السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا، اعطوني صوت سبيكر يا شباب. يا مرحبا، المرحب باقي، مسيتوا بالخير جميعا. احس اني مستحي منكم شوي. اي متهاوشين حنا ومتراضين، تعرفون يعني. الله يحييكم، يا مرحبا. اليوم هلا وسهلا، يا مرحبا. اليوم لو حنا تهاوشنا ولا زعلنا على بعض، ترى ما بيقدر يفزع فيها لا ناصر الغامدي ولا ترك الدوسري ولا غيره. ايه بتصافى انا وياكم، خلاص ما عاد في اداره عليا، في دايركت من راسي لروسكم على طول. هلا وسهلا، يا مرحبا. اسمح لك، ما اسمح لك، ما عاد في كيكات ولا شيء، ما فيه الا مباقس. صلوا على رسول الله. هذا المعيان يتحداني اني اخرب فقره اخوي ناصر، وانا من هذا المنبر انا المؤيد لهذه الفقره. طيب الله وجهك، وجهك ابيض نفد وجهك. معليش بس الاسم اللي انت ذكرته مين؟ ناصر الحلبي. لا لا لا، اللي قلت متحديك من هو؟ فهد المعيان. ما اعرفه والله، اسف. ما تعرفه؟ كلنا ما نعرفه. جديد علي الاسم هذا، واضح انه شوفوا يا انه جديد بالاعلام ولا كلمته ما هي مسموعه. هلا وسهلا، حيا الله الشيخ. يا مرحبا، هلا وسهلا. مرحبا بك. ايش الابداعات هذه؟ ما شاء الله تبارك الله، يطول عمرك. بس انت عندك مشكله، تعرف وش هي؟ وش هي؟ انك تسولف وانت معطي الكاميرا ظهرك، هذه مشكلتك انت. جعل ربي يطول عمرك. ما شاء الله، الله. ايش توعد ما شاء الله يعني المتسابقين بالايام القادمه؟ متسابقين؟ ايه، اوعدهم بكل علم طيب. بيض الله وجهك، وان شاء الله هني يشوفون شيء. ترى ما بعد جاء من السيل الاوله، ما شاء الله، اول الغيث قطره، ولا بعد جاهم شيء. بس احيانا ترى السيل يغرق اللي يجي قدامه. اذا الله رزقني محبه الجمهور وربي رزقني محبه اخوياي، فانا مالي نجاح الا بهم. ان الله وفقني وعاونوني وهم معاونيننا بكل علم طيب، فلا لي نجاح ولا لي نجوميه ولا لي فوز الا بالله ثم بهم. لولاهم والله اني ولا شيء. تبي تسمع العلم؟ تبي تسمع العلم؟ الله الله، انا واحد من جمهورك. الله يقويك، يعني ما بحزنك. والله لي الشرف، والله لي الشرف، والله لي الشرف يا حبيبي. طيب اليوم في فقرة لحظة لقاء، أنتم كأنكم استقبال ولا والأمور؟ خذ راحتكم، خذ راحتكم. الله يعزك يا حبيبي. اليوم في لحظة لقاء فيه أهل من أهاليكم زايرينكم اليوم. اليوم كاريزما 17، ولكم فترة طويلة جدا عن أهاليكم، وأكيد أن الشوق أنه كبير، لكن حنا في نظام مسابقة. إن تمت الأمور وتم اللقاء اللهم لك الحمد، أبكون أنا أول واحد سعيد. ما تم اللقاء اللهم لك الحمد، لا هو نهاية مطاف ولا بتنقص حبيبي والله، ولا بتنقص. سيف توقعنا أهلك يعني؟ ما أعرف والله. لا، في ناس أنا دقيت عليهم، أو بالأصح الإعداد، قلت رأيكم تزورون ولدكم؟ قال نبي الفكة منه، يعني ما عاد نبغاه. بس ما بيأذكر أسماء عشان ما أجرح، ما بيأذكر أسماء. طيب، لكن قبل لا نشوف منهم الأهل اللي زايرين، لبيك يا سالم الجديع. أسلم. وأنت فوق الطلب وفوق الأمر. أسلم. الأسئلة اللي تسألونها، لنا أو المستشار كذا، سهلوا الأسئلة شوي. على هاشم. اختيارات يا ابو. طيب اعطيك معلومه. اسلم. الاسئله الى الان ما قريتها، انا اخذتها من فريق الاعداد. مثلي مثلكم. الله يعزك. الله يرفع قدرك ويعزك. لكن قبل كذا نبغى ناخذ نافذه على